بسألك سؤال أبي أسمع يعني جوابه يعني بأمانة وبصراحة. أنت حين لما تطق هالدرب هذا بين الكويت والقصيم حوالي يمكن 600-700 كيلو، والمكة 1600. لا خلنا على القصيم. زين أنت أهلك في القصيم؟ أي في القصيم، أختي في القصيم والوالدة بمكة. طيب الله لما يعني تطق هالدرب هذا من الكويت إلى القصيم أمانة شو تشغل بالسيارة؟ والله يعني ما يخفى أنت بتطلع الفضائح يعني. لا هذه ذكريات ترى الصحابة كانوا يجلسون في نعم تحت الكعبة نعم نعم ويتذاكرون على قولتهم أيام الجاهلية بصرف النظر عن الجاهل يعني صرت في المطار وحذرين قالوا أنت من خالد لا كنت والله كنا المعجبين بعبد الكريم عبد القادر. كنت انت كنت من المعجبين عبد الكريم عبد القادر والنعم ابو خالد. ابو خالد الله يتعب صحه له، حتى قال لي الاخ انه تعبان مريض ندعي له الله يلبس العافيه. انا شفت امس المستشفى لا مراجعه عبد الكريم الله يلبس العافيه. فكنت اشغل على التلف ليش بالليالي في غيابك سهرني وكذلك روح اقول له ما نسيناه من عرفناه. هذه عجيبه الغدير اللي في عيونه من زلاله ما روينا حتى وما زلت ابكي للحين. تسمعه وتبكي هذه كنت يعني لاني خطبت وصار عندي خطبه وتعرف شاب وخطب وحده وشافها وقعد معها وخلاص بقي بس الدخله وفوجئت انه فسخت الملكه والخطبه ما ملشت عليها وكنت اسمع هذه بعد ما شافتها ظهر شكلها فسخت الخطبه. لا 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 لا, لا يعني الامر ما صار نصيب اي لكن تعرفت مهما وكلام منطقي يعني شفت حتى ترى الكلمات لها معاني. نعم روح اقول له ما نسينا اعترف عجيبه عجيبه. الحين صار الفن الا ان شاء الله مهزل للاسف الحين الفن صار مهزل يعني صار فيه يعني على قولك شغل مثلا طالع من الكويت الساعة خلص من السينما السريبي خلال الساعة 12 ومرينا أخذنا بشيء ناكل في الطريق أنا الشباب شغلنا الله يرحمهم كلثوم مثلا أغدا ألقاك هذه الدنيا ليالي أنت فيها ذاك قبل أي هذه الحين تقول الأغاني صارت كلمات يعني أنا بس أخذ يعني الآن هذيك حتى صار لها معاني يعني لما كنا نسمع من أول أنا شف حافظينها من هذاك الوقت لأن الشاب يحفظ بسرعة لها معنى. لما عبد الحليم الله يرحمه يقول لك ليه نقول إن الفراق مكتوب علينا والحياة قدامنا ليه نسلم نفسنا لليأس ونقول إن ظلمنا. شوف يعني يمنع يعني شنو الإسفاف؟ الإسفاف يعني تصور لما يجيك مغني وقدامه 30-40 حرمة وترقص وبحين باك وش دخل هذا بلا إيش دخل كلمات الحب إيش دخل الآن خليطي وقلة حي وفيديو كليب ومرة وراء العمود وبحبك وهذا كله طالع إيش دخل هذا بحبك يعني صار إلا إن شاء الله بعض الأغاني صار فيها يعني بصرف النظر عن حكم شرعي. أنا أكلمك كإسفاف في قضية الغناء أنه انحرف مثل ما تشاهد يعني شيء يعني الواحد حتى يستحي بعض الأوقات يستحي والله يشوف الشاشة في مطار وكان يضطر أنه يغير المكان اللي هو فيه هو بعد فيه حتى بقى يصير معك أولادك تضطر أنك يعني إيش دخل المطرب حط يدي بيدك خالد هات يدي المطرب ماسك يد واحدة وهو يغني لها وتجر وجرك ويطق الخشم بحب يعني ما تقدر تقعد انت عيالك في المطار حقيقة تضطر انك تغير كرسيك. لكن اذا جيت على زمن عبد الكريم الله يلبس العافية عبد القادر او عبد الحليم او الاولين شوفها كنا نسمعه حتى تجي في التلفزيون بالايام الابيض واسود صح ما في هذا كانت كلمات راقية